ديال الكور غادي نصاوبو من هنا، غيجي من القدام بحال المثلث، غيجي عفوا بحال كول في. غنجي لهنا للمنتصف، غادي نطلع هنايا 3 سنتيم، هاهي فين عندي، وغنجي للمنتصف ديال الشريط، عندي 6، عندي فيه 6.5، غندير هنايا 3 سنتيم، بحال لي غنقسمو في النص، 3 وشي شوية شي نغيزة، هيا غنطلع هاد الشريط هذا هكا، وغادي ندير هكاي، من هاد النقطة هادي غنجيب لهنا القنت، ومن هاد النقطة لهاد القنت. كنت عندكم مسطرة ديرو بالمسطرة حسن باش يجيكم الخط مقاد، الا كيبان لكم على هاد الطريقة هادي. غادي نخيط من هنا، نجيب ليبرا ونغرسها ها فينا ديال الماكينة، ونولي نهبط لهنايا. نجي لهنايا ونفرقها في النص، نص لحد الخياطة، وما نقش الخياطة ديالي هي بشوية، نجي لهاد الزوائد هادو غادي نقص منهم شوية باش ما يجيونيش غلاض من الداخل. صافي غادي نجي هادي هاد الجهة، غادي نردها لهنايا، وهادي غادي نردها لهنايا، ندير لهم هكا صافي، نديرو هكا على جوج، وهذا هو الكور ديالي، يجي هكا من القدام، يجي على هاد الطريقة هادي. أنا دابا غنلصقو معاكم في الكور، هنا هذا هو الكور ديالي، جيت لهنا المنتصف وعلمتو بالحبط هذا بالطباشير حمر إلا كيبان لكم، غادي نجيب هاد القنيت هذا وغنديرو هكا مع هاد الطباشير اللي علمت، هذا هو المنتصف ديال هاد الباندا، غنجيبها ونلصقها مع المنتصف ديال الظهر هكايا. صافي الدورو معاها كاملة بالباقات، ديرو هكايا، جيبو هاد الخياطة تكون لداخل هاد الباندا، تحطو هكا على الوجه ديال الكطمة، صافي هذا هو الكول ديالنا، راه دورناه هكايا بالبانكات كله. دابا غادي نبدا الخياطه ديالي، نبدا من هنا من الجنب ونمشي معاه، نشد سنتيم ديال الخياطه ديالي، كنوصل لهاد البلاصه هادي فين عندي بحال داك الملتقى ديال الباندا، وغادي ندور تبغى نحيد البانكات ديالي، كما شفتو هكا كيجي الكول ديالنا، راه حيدت البانكات هنايا، ومازال غندوز عليها في السورجي من هنا من الداخل، بلاصه ندوز عليها في السورجي، ما كانش عندكم السورجي تحدقوه غير بالمقص تحيدو داك الزوائد،
وصافي حيت هاد التوبه درا ما كيتسلش بجوجو، ما كيتسلوش لا هذا ولا هذا. صافي هذا هو الشكل ديال الكوب. هاد الكور راه كيجي زويون الشكل ديالو، كيدار في كيطمات بيجامات تيشورتات، كيدار بزاف ديال الانواع ديال الموديلات. نتمنى يكون جاتكم الطريقه سهله. دابا غندوز ندير الباندا ديال هاد الكيطمه من التحت والباندا د الكمام. دابا غادي نصاوب هاد الباندا اللي غتكون عندي في الكيطمه من التحت، درت هكا الوجه عند الوجه وغنخيطها من هاد الجهه. حل هاد الخياطه اللي عندي هنا في الوسط هكايا. غنجي هاد الخياطه هذه اللي عندي فيها وغنديرها مع الخياطه ديال الجم، ها هي ديال الكيطمه. شفت هنا هذا الوجه ديالها مع الوجه ديال الكيطمه. هكايا نشد بالبانكات، غادي ندور معاها كلها بالبانكات باش تجيني ساهله في الخياط. كما قلت لكم هذه راه تكون صغر من هذه باش تجي مجموعه من التحت، ما تجيش واسعه. كنجبدوها شي شويه هكايا وهذا كنخليوه مرخي باش تجينا الباندا مجموعه. هنا راه كندور معاها بالبانكات هكايا، غادي نخيط. هادو البانطات ديال الكمام، هنا راه كنديرو على الجهة اللي كتيري هكا. هادي راه ما كتيريش هاد الجهة بزاف، هادي اللي كتيري بزاف. فكنديرو لهم بحال الطريقة ديال السروال اللي درت في السروال. غادي نقلب لكم ديالي باش يجيني ساهل. غنجيب هاد الخياطة ديال الباندا مع هاد الخياطة ديال انا راه غندير غي هكا بلا ما نشد بالبانكا. صافي كنبقى نجبد هاد الباندا هادي، كنتيريها باش تجيني مع الكومبينيشن. كنتيريها هكايا كنجبدها، كندوز على سنتيم ديالي ديال الخياط. الباندا ديالنا الكم الثاني راه ندير له نفس الطريقه. صافي هذه هي الكيطمه ديالنا، راه ساليناها درنا لها الباندا من هنا. غندوز لها السورجي، تردوا بالكم هاد البانكات راه ما كيبقاوش يبانوا في هاد التوب هذا. صافي هذا الكول ديالي حتى هو غادي ندوز له السورجي وصافي. ان شاء الله من نكملها دابا نصور لكم الشكل النهائي. نتمنى تعجبكم هاد التشكيل ديال الكيطمات، راه كيجي زوين في البرد.